ثانية لمسعود أوزيل، مسعود أوزيل يرفعها مرة ثانية، كرة رائعة خرجت كرة هذه بعيدة عن حراس المرمى، صعبة على الحارس اللي يخرج لو من خطأ فادح، خطأ فادح وانطلق أوزيل من هناك على الجهة اليمنى يلعبها في الأمام، كرة لسامي خديرة، رونالدو يسجل جول 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 كريستيانو رونالدو، يفتح مجال التسجيل الدقيقة السابعة من عمر المباراة ويعادل دي ستيفانو في عدد الأهداف، 48 هدف سجلهم كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال، وفرحة 1500 مناصر والألاف والملايين من عشاق الريال. دخل كريستيانو، هل كانت هناك وضعية تسلل أم لا؟ لازم ان المسطره نحسبها بالمليمتر، ولكن التمريره كانت رائعه من سامي خديرة لكريستيانو رونالدو، خرج خلف المدافعين وسجل هدفه العاشر في دوري الابطال لهذا الموسم. كريستيانو رونالدو اللي يبقى الهداف بعشر اهداف، ورونالدو